يبو. الله يسلمك. السلام عليكم. اول يوم لينا في اوكلاند، قاعدين هنا جنب الفيري تيرمينال، المكان اللي بتركب منه العباره عشان رايح مكان ما اعرفش فين بصراحه، بس هقابل صديق هناك، فتعالوا نتفرج على المكان. الجميل هنا ان هم عندهم كارت اسمه AT. الكارت ده بيستخدم في المواصلات، اذا كان في باص او في سفينه زي ما هنركب دلوقتي، او في قطر تقريبا. الجميل فيه ان هو بيتشحن اونلاين، كل انت محتاجه بس انك تشتريه من الريتيلرز بتاعهم او المحطات بتاعتهم. وكمان ليه شكل تاني ان هو يبقى عباره عن ميداليه ممكن تركبها في الموبايل بتاعك. هو كده كده شغال NFC، فانت بيبقى عباره عن كارت او بيبقى عباره عن تاج بيركب في الميداليه، زي ميداليه كده، بحيث انك تاب ان وتاب اوت كل مره انت داخل وانت خارج. والجميل بقى انك لو قررت انك ما تستخدمش الكارت ده وتدفع كاش، تقريبا التكلفه بتختلف. يعني انا شفتها في اتوبيس، والاتوبيسات اختلفت 20% تقريبا تكلفه الركوب. فدايما استخدم الكارت ده لو انت في اوكلاند. تعالوا بقى نروح نركب الفيري بتاعتنا عشان ما نفوتهاش دي اللي فاتت. يدرس لابنه. انت بتسمع وطبعا ما ينفعش انك تضحك مثلا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله وصلت نيوزيلندا بسلام. انا هنا في رحلة عمل، بس ده ما يمنعش ان انا هسجل شوية فلوجات كده على ما اخلص ان شاء الله. طبعا اول ما هتقول يا سفر هتقول يا اقامة،
فالاوبشنز بتاعت الاقامه هنا غاليه جدا جدا جدا، فكان الحل ان انا استخدمت اير بي ان بي وخدت الاوضه اللي ورايا دي. فتعالوا نتفرج على الاوضه. سبب اختياري للمكان ده ان هو ارخص اقرب مكان للسي بي دي اللي هي السنترال بزنس ديستريكت، المكان اللي فيه الشركات كلها واللي فيه الشغل كله. يلا تعالوا نتفرج على البيت. الناس هنا بسطاء جدا يعني، ده النيش عندهم فيه شويه حاجات بسيطه خالص. ده الحمام هنجيله، وده يعتبر المطبخ والصاله مع بعض. هنا الدولاب الجميل ده، الدولاب ده فيه كل حاجه بقى، الملح والسكر والزيت والكيمه بتاعتي كل حاجة ماشي. وبعدين بوتاجاز، بوتاجاز بسيط جدا، وده الحوض. وبعدين هنا الزبالة، غسالة اطباق، وبعدين بس كده. كده المطبخ خلص. دي بقى جنينة بره، بس الجو بره هوا قوي 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 بصراحة يعني. وبعدين دي الصالة بتاعتهم. الموضوع يعني في البسيط خالص. وهنا في زي قاعدة، بس طبعا القاعدة دي عشان الشتاء دلوقتي الموضوع صعب. الموضوع بسيط جدا، بيت في منتهى البساطة. عاملين دي دهنينها اسود، وكل ما واحد يجي لهم بيرسم لهم رسمه. الناس بتاعت اير بي ام بي، الحلل منتهى البساطه، الثلاجه. تعالوا نطلع الجنينه. الراجل بيركن عربيته هنا وعمل لها مظله عشان المطر. وبعدين الجنينة الجميلة دي عندهم هنا جاكوزي، ده جاكوزي المفروض ان هو بيتفتح وفي مياه سخنة. ده البيت اللي جنبهم. الدنيا هنا مش عارف هي مفيهاش برايفسي ولا هم متعودين على كده، بس يعني شوف السقف، السقف معمول عشان المطر. طبعا لسقوا فتحتهم كلها كده عشان المطر. وعندهم نظام التسخين المركزي بقى، ده تقريبا حاجة تابعة للدولة اللي انا فاهمه يعني. بس المية عندهم جميلة جدا جدا جدا، المية المية في نيوزيلندا تعتبر من اقصى مياه العالم بصراحة. المية عندهم طعمها حتى طعمها وصلتها وصلتها جميلة جدا على عكس أماكن كتير. وبعدين عندهم هنا مش عارف بقى الأرض هتبقى مطينة ولا إيه. مطينة سنة. كل واحد بقى بيزرع في بيته شوية حاجات. وبعدين في عندهم أوضة كمان، بس مش عارف الأوضة دي شغالة ولا لأ. صوت الهواء رهيب، مش عارف الاوضه دي بيعملوا فيها ايه. وبعدين الدنيا مخرمه على البيوت اللي حواليهم بقى تاني. هو كده البيت بتاعهم خلص. هنا كان في كرسي بس مات. هو البيت قديم، البيت مش جديد يعني. يعني انسى خالص البيوت بتاعتنا بتاعت مصر او حتى بتاعت الخليج، اللي هو البيوت الارضيات سيراميك وحوايط ايه ودهان ايه ومش عارف ايه. الناس هنا معهاش فلوس، الفلوس قليل قوي يعني. هو الراجل ده على ما اشترى عربيه وبقى عنده بيت بقى عنده 80 90 سنه،
الفلوس هنا قليلة وفكرة الصيانة عندهم مكلفة جدا، كل حاجة هنا مكلفة، الحياة غالية جدا. ففكرة ان هو يجدد البيت ولا يغير الحمام ولا يغير الحاجات دي كلها، الموضوع صعب جدا. شايف المطر؟ دي مية المطر، المطر كان شغال كل ليل. دي المفروض ان هي دفاية زي الدفايات اللي بتتحط في الكافيهات والحاجات دي. ده الحمام، من الحاجات الجميلة قوي في الحمام بتاعهم ده، طبعا هم هنا عندهم الغسالة والنشافة اللي موجودين في البيت، على عكس اماكن كتير في اوكلاند هتلاقيك هنا لما بتسكن بيقول لك روح اغسل بره في الحاجات اللي هي المغاسل اللي بتبقى مغسلة في الشارع كده مدفوعة، لو قابلتها بصورها لكم. ده الدش الجميل. دي بقى اختراع رائع جدا في موضوع الشباك ده بصراحة، عجبني جدا بصراحة. هو الشباك ده جميل جدا. بص، هو البيت هنا تحسه كده يعني بأقل التكاليف، او مش بأقل، تحس فيه البساطة، بس ده اللي انا عايز اقوله. وطبعا مفيش شطافة للأسف، انا هتشل الموضوع ده بس ماشي. وكده يبقى هو ده البيت الجميل اللي انا قاعد فيه. وسلام عليكم. هسيب لكم في صندوق الوصف في اللينك بتاع المكان اللي انا قعدت فيه. وبكده هنقفل الفلوج دي النهارده، وان شاء الله نكمل بكره.